عرفتيهاش؟ مزيان، هي عندك بزاف. الو، السلام عليكم. عندك؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا، كيفكم يا سعيد؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. تفضل، شكون معايا؟ معك أميمة من سيدي حي الغرب. أميمة من سيدي يحيى. مرحبا بك أميمة، شحال السن ديالك؟ 19 سنة. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ عبد المطلب من نواحي سيدي يحيى الغرب. معايا اختي واحد شويه. عبد المطلب ياك؟ هضر بجوج، هضر ما كنسمعكش. سميتو عبد شحال السن المطلب، ديال عبد المطلب؟ 25 سنة. شحال على العلاقة أميمة؟ 5 شهور دابا. 5 شهور. تلاقيتو ولا الحب الوفي يا أميمة؟ لا كنعرفو بعضياتنا ولكن من بعيد، عمرنا تلاقينا. ما عمركم تلاقيتو؟ لا يعني كيقول لك انت اللي كاينة. هادشي اللي كيقول وهدر معاك على الموضوع الزواج ولا شنو؟ واخا، شنو الأسباب اللي خلاتك زعما دير له التيست؟ صافي. كيبقى واحد الشك شوية وصافي. يلا اعطيني الرقم ديالو. زيرو قيد. ايه الو، السلام عليكم سي عبد المطلب. كي داير اخويا؟ بخير، لاباس عليك؟ العائله، الخوت، الوالدين، كلشي مزيان الحمد لله. عبد المطلب، 26 سنه، من سيدي حيا الغرب. معك سعيد خربوش من برنامج اهداءات الليل. راك معنا على المباشره سي عبد المطلب، مرحبا بك معنا ولينا الشرف تكون معنا في البرنامج ديالنا. مرحبا بك سي عبد المطلب. الله يكبر بك، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحه باش استقبلتينا. ياك ما فيقنك من نعاس السي عبد المطلب؟ ياك غير اسمح لنا شويه واعطينا واحد الدقيقه وعدنا لك واحد المفاجاه. السي عبد المطلب، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجات الليليه. عزيز عليك شي مفاجاه السي عبد المطلب؟ شويه نيت، عندنا لك واحد المفاجاه ومعنا الشخص المفاجاه واللي عزيز عليك بزاف. هادشي اللي قالنا هو اللي زودنا بالرقم ديالك والمعلومات الكامله اللي عليك السي عبد المطلب، وطلع معنا على المباشر وبغى يفاجئك بطريقته الخاصه السي عبد المطلب. وللاشاره بين قوسين، راه معنا انسه اكدت لنا بانها بيناتكم واحد علاقه وكتواصلوا مع بعضياتكم، كتلاقوا مره هادشي اللي قالت، وربما عاد تلاقيتوا في الاونه الاخيره هادشي اللي قالت لنا، وكتاكد لنا بانك عندك واحد الميول من جهتها. شافت البرنامج ديالنا قالت علاش لا حتى انا ما نطلعش نعبر على مدى الحب ديالي لعبد المطلب. انا غادي ندوز عليك. اوكي، مرحبا. الو استاذه، بقى معنا؟ وي، الصوت ديالو واخ. سمعتيني شنو قلت لك مزيان السي عبد المطلب؟ سمعتيني شنو قلت لك مزيان؟ قلت لك معنا انسه هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وكاع المعلومات اللي عليك، اكدت لنا بانها بيناتكم واحد العلاقه وكتلاقاو مره وقالت لنا على ما قالت لنا تلاقيتو مؤخرا، هادشي اللي قالت السي عبد المطلب، وطلعت بغات تفاجئك على البرنامج ديالنا بطريقتها الخاصه. انا غادي ندوز عليك. اوكي، مرحبا. هو السي عبد المطلب، قبل ما ندوز عليك، مع من توقعتي تكون جايه هاد المفاجاه السي عبد المطلب؟
ما عرفتش اخويا، انا يعني شويه زيش من... احنا قربنا لك الامور كامله، قالت بينتكم شي علاقه ربما المده هذه كتلاقى، وهادشي اللي قالت. شوف شي وحده اخر مره، او تلاقيتي معها، او كتلاقى معها، او كتواصل معها، وبيناتكم شي علاقه حب. السي عبد المطلب وراها معنا على المباشر، بغات هي تهضر معاك وتقول لك اكثر من هادشي اللي قلنا لك حنايا. ما كرهتش انا، يا رب شكون هي اللي خدمتني شو. انا غادي ندوز لك، ولكن زعما راه نفاجئك، حنا قلنا لك برنامج المفاجآت، اذا عزيز عليك شي مفاجآت. هي هذيك اودي سي عبد المطلب، تماما هي هذيك. واش نقول لك؟ الله ما اعرف. عبد المطلب عندك شي علاقة في حياتك ولا ما عندكش؟ كانت عندي واحد العلاقة، ودابا ما بقاتش. لا صافي 3 شهور. تسالت شحال هادي ما دابا؟ اذا دابا ما عندك حتى شي علاقة، قال سيري بطير. لا كانت وانا واحد البنت. تقدر تكون هي اللي معانا، ولا تقدر تكون الاخرى توحشاتك و... ممكن يا الله تقدر تكون هي. يا الله، وانا قلت لك راه تلاقيتي معاه وراك كتهضر معاها وكتواصل معاها وكتلاقى معاها، ايوا اكثر من هادشي هذا. تلاقى يوم انا يا الله ما تفضل. بقى ما تلاقيتش انا وياه. ياك فين كتكون هاد السيدة هادي؟ وين قريبة شوية وصل، فين كاينة؟ قريبة ليا شوية وصل. فين؟ شنو بلاصة؟ شنو مدينة؟ لا شنو مدينة؟ لا غير في واحد البلاصة عربية. ايه، ولكن على المحسوبة مدينة تطوان، طنجة، شنو؟ لا محسوبة، لا المناطق اللي سليمان. شنو سميتها هذه؟ شنو سميتها؟ انا غادي ندوزها لك، غير انا غادي ندوزها لك السي عبد المطلب، تفضل. شنو الاسم ديال هذه الانسة هذه يا عبد المطلب اللي ما عمرك تلاقيتي معاها؟ قلتي الو الو ويس عبد المطلب. الوليدة كتعوض ليه. تفضل سي عبد المطلب، انا غادي ندوزها لك، غير فقط قلنا شكون هذه الانسه هذه باش ندوزها لك. راه السيده قطع، المهم هدوز عليا انا غادي ندوزها لك، انا ولكن دابا انت باش قطعتي لها فوجه، مثلا قطعتي لها فوجه. شو مالك السي عبد المطلب؟ انت مش غادي تروح الوالدة كتعوض ليه داك الشيء. السيده مكبره بيك و داير. مش انا ما كنبغيش نعاود لحياتي، فهمتي. انت ما تعاودنيش على حياتك، هي راه كتسمع دابا، فقط قلنا عيب اسم. المهم هي اللي كانت باغا تدوي معايا وبغاتني نعرف شكون امي ديالي، صافي دوي معايا. يلا راه هي هذيك السي عبد المطلب، تفضل تفضل. صراحة ما قلتناش هكا، انا مقدر ظروفك ومقدر الوضعية اللي انت فيها، ولكن كون كنت بحالك نقدر نقول الاسم ديال الانسة اللي كتعني لي شي حاجة عادي جدا. هي ما قالتناش هكا، قالتنا اون فوا تقولوا له شنو كاين وشنو كاين، غيقول لكم فلانة. انا مقدر الوضعية اللي انت فيها، ولكن كون كنت في بلاصتك غنقول فلانة، لأن هي اللي عندي. الو استاذة بقى معنا؟ بقى معنا، واخا انا غادي ندوزو لك اختي ياسين. يلا ساب مطالب، ساب مطالب، انا غادي ندوز. وعي فقط، واخا شوف سي عبد المطلب، عطينا الحرف الاول من الاسم ديالها. عرفتيها شكون؟ لا واش عرفتيها شكون؟ المهم دوزها ديك الساعة ونعرفها. تا غادي ندوزها لك، هتعرفها؟
راه الا دوزت لك راه اكيد غادي تعرفها السي عبد المطلب، راه مساله عاديه. يلا هي السيدة مفاجأك وغادي ندوزوها لك، وهي كون بغاتك راه كورة كت لا ها كون كان بغاتك راه كتواصل معاك. لا ولكن المفاجأة راك عتعرف راه هي، ولكن هي بغات دير لك واحد فهمتي واحد سيربريز على المباشر وبطريقتها الخاصة، وتعبر لك على مدى الحب ديالها لك على المباشر، وما كيهمها حتى شي حد امام الملأ. بغات تقول لك انا كنبغيك، او شوف ربما بغات تقول لك شي حوايج ما غاديش ندخلو حنايا في هذا يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. تفضل من حقك تسجل المكالمة يا سي عبد المطلب. من حقك تفضل سي عبد المطلب باش ندوزو اخويا المكالمة اخرى، ومرحبا بك معنا في البرنامج ديالنا، ولينا الشرف تكون من المتابعين ديال العائلة الخربوشية. مرحبا بك. أخي عبد المطلب، سي عبد المطلب، ألو، سي عبد المطلب باقي معانا؟ ألو أستاذة أميمة، الو كنسمعك. شنو بالك؟ وصافي هو كو كان كيبغيني كون راه ذكرت سميتي في الاول. يلا ها هو معك. صافي بلا ما لا لا هو معك الله يهديك. قلا بلا. يلا واحد جوج ثلاثة هاك دبر راسكم ترجلوا معانا. الو تفضل هو معك. يلا الو الو أبو مطلب، أبو مطلب، الو هيا معك هيا معك. الو الو بخير دليلة. حصل حصل خير. عرفتيني؟ لا ما عرفتكش. عرفتينيش؟ لا هي عندك بزاف عندك شي مزيان والله يكمل عليك وبسلامة والله يسهل عليك اللي عندك بزاف. سمعتي؟ زيد تهضر معاه، زيد تهضر معاه قطع. صافي خليه على راحته اصلا ما غاديش يقول لك. صافي الله يعاونك. شي كلمه للمرحومه استاذه تفضل. صدمه كبيره. شي كلمه للمرحوم، شي كلمه ليلو. شي كلمه ليه؟ تفضل. صراحة كان بغي بزاف وما كرهتش تكون قالت سميتي، ولكن وفاك صافي الله يسهل عليه والله يعاونك. تحياتي لك اختي، وشكرا بزاف. مرحبا بك. الله يهدي اميمه. تحياتي وسلامه، ودايما نتبعك في البرنامج. مرحبا بك، لي الشرف اختي الغاليه. تحياتي لك يا